استهداف جديد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. هذه الاستهدافات التي لم تنتهي طوال فترة العدوان البري الأخير على شمال قطاع غزة، تحديدا على معسكر جباليا ومنطقة الشيخ زايد، حيث الاجتياح البري من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي. يعني الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف منزل لعائلة الكحلوت في منطقة مشروع بيت لاهيا. المنزل ممتلئ ومكتظ بالسكان، عدد كبير من المواطنين كانوا داخل المنزل، أيضا المنازل المحيطة مكتظة بالسكان أيضا. منذ 9 أيام ولا تزال العملية البرية على مخيم جباليا على ضرواتها وعلى شدتها وعلى قصوتها. الاحتلال يدمر كل شيء، ويدمر كل شيء، كل المنازل في مخيم جباليا. بيت آمن والسكان فيه آمنين ومدنيين. الاحتلال كعادة احتلال همجي بغيض، يسجل كل يوم مجازر جديدة بحق الآمنين والمدنيين. يعني مجزرته اليوم كانت بحق نساء تنتين، يمكن هالنساء تنتين بقن بأثر خطر على الأمن الإسرائيلي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله وانت نعم الوكيل، الله نعم الوكيل. بس بايدن ونتنياهو، حسبي الله ونعم الوكيل، هذول الاثنين بس. امه استشرت اخته وابوه مش مباقيينه، نخويا يعني مره امنه ساكنين قاعدين امنين، بس المره وبنتها هاي اللي استشهدوا. ليه؟ هاي بنك اهدافهم، يعني كل واحد بده يروح ما ضلش. انا بنتي استهدف وابني استشهد، مربع كامل المسح وحزام نزل فينا، يعني وقتش رح ضلوا زي هيك؟ بكفي عن جد، بكفي خلص. ليش تيطموا يعني الشباب؟ ليش تيطموا الأطفال؟ ولأصحاب السمو والمعالي تحت نعالي، قيل لي عيبا فكررت مقالي، ثم قيل لي عيبا فكررت مقالي، ثم نظرت لسوء مقالي فقدمت اعتذاري لنعالي. أقسم بالله نعلي ونعل المقاومة تاج على رؤوس الزعماء العرب، يسلموا بعض ومليارات ومليارات. عمين عمين. الآن طواقم الدفاع المدني كما نشاهد يحاولون أن ينبشوا على جثامين الشهداء بأيديهم بإمكانيات بسيطة بسبب نقص المواد والمستلزمات اللازمة لطواقم الدفاع المدني من أجل إخراج الشهداء. محمود العوضية، مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الميادين.